morning, guys. How are you today? Okay, today is a special day. I was graciously invited by 209 Lebanese Wine to go on a tour with them for the day. I am not very sure what the itinerary is, but I'm very excited to check it out. So come with me and let's explore Lebanon and its wines together. Biodynamique. يعني في الأورجانيك
Thank you. We have arrived and we have a hut. All right, we just arrived and let's check out set. انا عم بقول لكم هذيك الجمعه عم بيعبي هذيك الجمعه عم بيعبي so you're going to be the first to try this wine. So after the delicious breakfast, we are now at the winery. So the bus just took us and check out this view. I don't know if you can see. I'll try to film better about the view. And let's taste the wine. Wow. To wake up and work here every day, that's cool. That's actually awesome. نحن هلا بست واينري بنمله نحله معنا الصبايا الحلوين ومعنا الكبيات الازاز ورا عم يتحضروا he's guest vlogging عندي and I'm your guest blogger زياد follow me on instagram at زياد بس ها هي حاف وترقبونا المشوار الجاي لا انا بعد another winery رح نزورها عنا two stops عنا بعد two stops so ترقبونا بذا two other surprise stops and share me your links and I'll post them under my video whitepaperpackages woo boom هلا الاكشن نحن ناطرين الاكشن بلا ما ايه انا كمان يلا يلا طول اكشن and action كل موند الا هي الخبريه صار لها 7 سنين مكون ما كان اسمها سات ما كان اسمها شيء كنت بفرنسا عايش يعني 10 سنين بشتغل بغير دومين وكان في شيء ناقص على طول بالحياة حس حالي انه مش هي هيدي القطعة هون ترك لنا اياها بيي توفى نحن صغار كان عمري 7 سنين على بالي كنت ارجع اعمل شيء هون ما بعرف شو كل ما اجى لهون الا للمام تخيلي زارعين عنب هيك بحكي بتقول لي روح تعلم روح دروس روح اشتغل ما تحلم نصيحة روح انا ما اسمع منها احلى ضل احلام لنهار اكيد بفرنسا من الشباب مبيض وتتعرف على ناس عم بيض وصرت روح واجي وسافر قلت انه انا بحس انه لازم اكون واين ميكر هيك فجاه طلعت دراسه صرت احكي قدام العالم هيك وفكروني بني شيء براسي يعني بلشت ادرس عن المبيض رحت اشتريت من كارفور 4 كيلو عنب عصرتهم بباريس بالبيت عملتهم بيض طلعوا بقرفوا حبيت الفكره قلت بدي اعملها ليه عنب ليه عبالي ازرع عنب كنت فكر لانه نحن وصغار بيقولوا لنا عنب نحله وتين نحله وزيتون نحله كثير طيبين سو فكره التروار بلشت تركب براسي هلا جو سوي بخي الونتي مبروك شو بدي اسمي كان بدي الاقي اسم that links me to my to the memory of my father بيقول لي هلا عرفت ليه بتحب رقم 7 من انت وصغير قلت له ليه قال لي لانه on numerology your life path is a 7 based on your date of birth قال لي هلا عرفت ليه كمان هالقد اللينك قوي مع بابا انت شو قلت له ليه his life path was number 7 كمان based on his date of birth oh wow تشينج set خلص donc ça c'est cultivé en biodynamie la biodynamie أو natural agriculture des deux يعني أنا بمشي على اثنين c'est la philosophie du non interventionnisme dans l'équilibre de la nature هون سو كوان من 60 سنة كانوا جدود يزرعوا قمح ولأنه ما نزرع شيء من وقتها ولأنه لا فيت pesticides ولا فيت شيء من الأول زرعتها بدون ما زد لها ولا أمن من طلع الأرض لا سول شوز إنه كنت أزرع بين الشجر قبل ما أعرف البيوديناميكي بين العنب أزرع فول و وبازيلا لانه بعرف مفيدين للارض وكثير طيبين لقيت انه اكشلي البايوديناميك والناتشورال اجريكلتشر تستخدم هالميثود لنعطي ريشيس للارض بدون ما نزيد قصص ارتفيسيال او حتى بروسيس فيها تكون طبيعيه بروسيس كله هيدا بغير بالاكيليبر الموجود لانه الارض ناتور لحالها الانسبيراسيون تبعها هي الغابه الغابه الفورست عايشه بلا الانسان وما بيصير لها شيء بيجيها مرض بتحله بطريقتها اكزاكتلي هيدا اللي عم بيصير هون صار بيجيني امراض على العنب بتركهم بالاول بخاف بروح بسال بجيب دواء بعدين ما بسترجع حطه هيك بلشت بتطلع بلاقي بعد شوي انه انحلت القصه كيف
اكيد واحد بيطور الاستادي تبعه ورشاش بصير يعرف كيف، لانه الحيوانات الموجوده والفونا والفلورا الموجودين هون كثير قادرين كلهم يحموها وتضل هي ماشي. اللي لازم يموت بيموت، بس بشكل عام كله بيضلوا عايش. دونك ما بقى افلح، ارضي ما بتنفلح بقى، بس بزرع فيها هول الحبوب اللي عم بقول لكم عنه اللي بتساعد الارض، بتخلي الحيوانات اللي هن الدود يعملوا هالفلاحه عني بدون ما انا ازعجهم. بايوديناميك كمان هي لو ليان انتر لو كوزموس اي لونيفير اي لوم. دونك انا بلحق القمر وبلحق حركه كواكب، امتى بقطف امتى بشحل امتى بعبي بالقنينه. دونك انا بتبع هول شوي. مره واحد ختيار اجى لهون قال لي شو عم تعمل؟ قلت له عم شحل. قال لي مين قال لك لازم تشحل اليوم؟ قلت له عم بتبع القمر. قال لي كيف تعرف هالشيء انت؟ قلت له درسته بفرنسا. قال لي بتعرف انه نحن كل ايامنا كنا نشتغل هيك بسموها البواحير مدري شو. اي مزبوط تيار ما بنلحق. دونك مش عم نحكي شيء فلسفي. Cheers. Very good. Cheers. Sept Winery, guys. Cheers. 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 لانه بعتقد نحن لازم كم نوع عنا بالموجود بلبنان اللي فينا نعمل منهم بيض نفهمه نعرف نعمل منهم بيض ونطلعه لبرا. لانه انا ببرمتي بال25 بلد سو اكثر سؤال سالت فيه ليش بتعملوا بينو كابيرني وسيرا ليه ما عندكم شيء انتم من لبنان؟ لانه كل العالم متجه ل تو بروموت ذير اون فرايتيز. سو تشيز تو لبنان اند عبيني. Vionnier, c'est un cépage français. L'origine du Vionnier vient du sud de la France. Haïda Jaye est un terroir assez spécial que j'aime beaucoup, من ضيعة ريا, et que je fais à ma façon. Now we're going to taste the Vionnier, the second wine. It's more aromatic, more expressive. Apparently there's asa, which is honey. This is impressive. It's really good! Red wine. Red wine. That's a blend. Cabernet Sauvignon Tempranillo. Tempranillo. Et tout ça, c'est de Della. Lady Red. The Syrah wine, 2016, from this beautiful vineyard, my babies, 3,000 vines planted by my own hands. Khudo 1 minute before you taste it in your mouth, okay? Harkoush mou for 1 minute before. Okay, so we're gonna try the first red. It sounds really good. Let's see what it tastes like. I don't have the technical know-how, unfortunately, but I do love wine, and I do love Lebanon, and I do love Lebanese wine. So, cheers to Lebanon, and cheers to its wine. Wow, this is really good. Definitely a special taste. So, cheers! Thank you. So, this is the second red wine.
good actually. My favorites were the first white, the second red, the first and second red actually. I can't pick, but yet again, I am no expert, I'm just a wine lover. Cheers! You can't see me. Okay, off to the second winery, guys. Next stop, Aurora Winery. Wow, it's my latte. C'est tellement beau. But it's an odd one, okay? Yeah. By the way, I'm so glad to be back here. I have visited this place 4 years ago when I went on a previous wine tour. I think they just had started back then. It was really fun. We went to Ixir and Aurora and I think a third winery I'm trying to remember. Adieu. I'm very happy to be back, to be very honest. Like Salim mentioned, Aurora is the name of the village where we grow the vines. Why did we decide to go up to Aurora? Because here it's a 550 meter altitude. It's high, but it's not high enough for the wine style that we are aiming to achieve. Over there, it's at 950 meters altitude. So within 15 minutes, you go up around like 400 meters altitude from the Mediterranean. And this is why we called Aurora Vin de Montagne, if you can see, because it's a mountain. A little bit about us, the story, how it started. My dad, who's inside right now, he's a doctor and he does this, he started it as a hobby, as a passion for him. And we started making around 200, 300 bottles of wine. We decided to make the winery a bit bigger. And as you're gonna notice inside, the winery is made of different rooms that have been added to one room. Right now we're producing around 15 to 20,000 bottles. Awesome. And this is still considered a micro winery because like if you compare it to the bigger wineries, they produce around millions. But it's not in the quantity, it's in the quality. Exactly. Yeah. It's a whole lot of I've been here 4 years ago actually, and it's really nice to see the changes. Yeah, yeah. That's cool. It's really cool. I really enjoyed your wine. It changed so much. It did. Yeah, inside it was different. This is where we had the wine tasting inside. Yeah. Now there's the machinery, so it's really cool. Yeah. Starting with the rosé wine. The rosé wines, everything is hand-picked. Everything, mafi makanet bitamro khatat fi alana. It arrives to the winery and then it cools down bi qalb alkav with air conditioning. لانه ما بنعصر grapes when they're hot, بنعصرهم when they're cold. Hala, in terms of the white is also comes into the winery. It's fresh pressed kamena. And it ferments on low temperatures and it's bottled 4 months. It's filtered and bottled 4 months after fermentation. It's an altitude wine, so it's at 950 meters altitude. And the fact that it's in the mountains, we have slopes. And on these slopes, we've built some terraces that preserve the temperature preserve the water in the soil. So there's no irrigation in the vineyards. Besides any insecticides, nothing like that. We are very environmentally friendly and everything that we use in the vineyard is only cabrin, so salt, which is natural product. Thank you. Cheers. لا 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 لا
C'est très très bon. Très bon. Cheers. Cheers. Cheers, guys. Cheers. 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 So this is Cabernet. Cabernet Sauvignon, and Gentleman du Rhône. Very nice to meet you. Nice to meet you, Telkon. I hope you are enjoying your very picnic. Much. Yeah, very good. بس حتى دور بيي في كتير بيسألوني إنه بيي كان بلش واينري أنت كفيت بقولن لا بس بيي عنده دور كتير كبير وبيي لنتالي كمان عنده بعدين بحكي عنه الدور له دور كتير أساسي بس دور بيي شو أول شيء كان هاي اللي شفتوها تحت اللي مرقته فيه كان عم نشتغل في غرفة حجر إذا انتبهتوا لها على الشمال هاي صغيرة هونيك كان يعمل عرق بيي أشطته إياها أنا بعدين خليتها معه شوي بعدين أشطته إياها عمل عرق هونيك this was this actually this that's why أورورا بلشت هونيك لأنه محد العرق أنا صرت أعمل نبيذ part 2 إذا انتبهتوا على اللوجو تبع أورورا في نجمة هيدي النجمة it is actually a Byzantine symbol وهيدي هاي النجمة هيدي حفر محفورة على بلاطة بيي كان عمره 17 سنة وقت حفرها وعندنا إياها البلاطة موجودة هلا صورناها واستعملناها كلوجو هيدي تاني شغلة تاني شغلة هلا أنتم منكم بالواينري بس عندنا ميورال بقلب الكروم رح تروح على الكروم أو رحتوا ما رح تروحوا في ميورال بقلب الكروم في صورته على حائط كتير كبير بقلب الكروم مكتوب أورورا فاندو مونتان في صورة من هالميورال بقلب الواينري so this was to honor him هو حاطط برنيته مثل برنيته لسليم هيك وعامل هيك بتطلع هيك ومثل كأنه هو he's the fashion he's overseeing he's overseeing لما جينا من أمريكا بيا كان بعده بفرنسا one or two years later لحقنا على لبنان لأنه تضل معنا وحد العائلة بيجي بالويك اند هو عايش بفرنسا وبحب المبيد كمان صار هو خيي يتسلوا يعملوا مبيد بعنب الأكل يتسلوا تو يطلعوا ماما شيء يعني ما بيجرب كذا This was a stimulus for me إنه guys خزيحوا شوي خلينا نعمل مشونا This is not labeled because it just got bottled Fresh! Pino! The first sparkling wine in Lebanon was developed by Batroun Mountains. The first single vineyard Riesling was developed by Batroun Mountains. What Batroun Mountains is famous for is that they plant their grapes for white wine on high altitudes, around 1,500 meters. And white wine needs cold weather and needs altitude. So I believe that Batroun Mountains whites are simply awesome. Their Riesling is out of this world. Their Chardonnay is impressive. And you're also going to taste their sparkling wines. And these are unique. On the Mina of Batroun. هول هني وستيرا المونوسيباش نحنا ويرا فاميلي اولد واينري انا وجوزي هلا بشوفوا جوزي الانالوج هلا بس جبت تعرفوا عليه
هو بيعمل البيت انا بشرب احلى شيء بالاخر سو وعندنا ست اولاد ست اولاد انفولف معنا بالوينري في صور حواليكم وين ما كان عن الفيلدز وعنا نحن وعن العائله So now we are at a restaurant in Batroun and served by Batroun Mountains, which I didn't know owned the place. It seems they do, and it's located by the sea, which everyone knows this is the port of Batroun. And as you can know and see that I love the sea and everything around it, and I'm quite happy to be here. This is the name of the restaurant, Bistr'eau, Food and Stories. Can I see the bottle. And we're heading back to Beirut. Bye bye, Batroun. It was a really nice day. Hey, and we come to the end of this vlog, guys. It was a lovely long day, full of laughters, discoveries, wine discoveries, locations, beautiful sunshine, lovely, stunning Lebanon, lovely qada of Batroun. It was truly a wonderful day. Thank you so much to O9 Lebanese Wine again for this invitation. I am so glad to have been able to be part of it. Thank you Aurora Winery, thank you Sept Winery, thank you Batroun Wineries for your amazing hospitality. And it was a truly lovely day. I hope you enjoyed this vlog and I hope this will inspire you to discover your country wherever you are, or it will inspire you to come to Lebanon, or for the Lebanese living abroad or the Lebanese here to come and explore and taste the different tastes of Lebanon no matter the seasons. Thank you so much guys for watching. If you like this video, please like it below. Also, you can subscribe to my channel and there's also the other links of where you can find me, be it Facebook or my blog or Instagram. So I'll see you next time. Bye.